وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. نبتدي فقرات مساء الجمعة وإلى عبر بالخير، وكما أسلفنا في البداية هذه الملامح السودانية والتي دائما ما نلتقي ونجتمع من خلالها كسودانيين بملامح الخير اللي موجودة فينا. واليوم والسودان فيها مس الحوجة، لهكذا مبادرات مشاهدينا نلتقيكم عبر منظمة التسامح والسلام، هذه المنظمة التي يعني تدعو إلى التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية وخلق بيئات متصالحة ومتسامحة. بدأت يعني في هذا المنحة يعني أكثر أو أقل من عام، والآن هي تتأهب لأن تكون حضور وتتفاعل في مناطق الخلافات أو الانشقاقات. إن شاء الله هي تكون يعني خير حضور، خصوصا إنه إحنا عندما نعبر عن ملامحنا السودانية في إنه نجتمع على الحق دائما ما نكون حضور. إذا مشاهدينا سعيدة نلتقي بالأستاذ مصطفى آدم أحمد المدير التنفيذي لمنظمة التسامح والسلام. مرحبا بك كثير. شكرا جزيلا ومرحبا بكم وجمعة سعيدة عليكم إن شاء الله. مرحبا. في البدء خلينا يعني نعرف شوية بدايات وتفاصيل. طيب شكرا. الحقيقة هي منظمة التسامح هي عبارة عن بدأت كمبادرة، كانت مجموعة من الفاعلين والناشطين في قضايا السلام والتسامح، على رأسهم كان الأخ آدم سجدي اللي هو بمثل رئيس المنظمة، ومعهم مجموعة حقيقة من الفاعلين، وكانت عبارة عن مبادرة حتى أنها وجدت الشرعية الرسمية وانطلقت في رمضان المضى بنشاط كبير جدا. والنشاط كان حقيقة جمع عدد كبير جدا من الفاعلين في العمل الثقافي والسياسي والاجتماعي وغيرهم من الإدارات الأهلية والصوفية والشباب، وكان أفتكر عمل جيد. وانطلقت المنظمة بعد ذلك حقيقة لوضع خطط كيفية التعامل مع النصف الثاني من العام، في خطة واستراتيجية في مخاطبة القضايا اللي من أجلها قامت يعني أو أنشئت المنظمة، اللي هي قضايا التسامح، قضايا السلام، نبذ خطاب الكراهية والعنصرية، حقيقة اللي أصبح يعني مهدد حقيقي يعني خطاب الكراهية والعنصرية في المرحلة الأخيرة يعني من التاريخ السودان أصبح يعني حقيقة عالي جدا ومهدد للتماسك الاجتماعي والوطني ومهدد للدولة السودانية. وأصبحت حقيقة اللغة المنتشرة هي لغة عدائية خالص، وفيها إقصاء حقيقة لمجموعات سكانية أو مجموعات قبلية أو حتى مجموعات ممكن تكون يعني جهات كاملة يعني. صحيح. وده حقيقة بيحتاج لمنظمات يعني وطنية فاعلة، بيحتاج لناس صادقين، لناس هم عندهم الرؤية اللي يخاضوا القضايا دي ويرفعوا الوعي ويقللوا من الخطاب السالب العنصري الإحاد اللي أصبح ينطلق في المرحلة الأخيرة. أعتقد دي هي الرؤية الحقيقية للمنظمة بكل ما تحمل، وهي منظمة وطنية مفتوحة حقيقة لكل السودانيين بمختلف يعني يعني هي حقيقة لا عندها انتماء سياسي لا ديني لا جهوي لا قبلي، هي يعني بتستوعب كل السودانيين المؤمنين بالمبادئ الأساسية للمنظمة دي. حقيقة ده شورتلي يعني أو بشكل مختصر ده الفكرة بتاعت منظمة التسامح والسلام. نعم يا سلام. المشاريع اللي يعني بدت بها المنظمة وصولا للقافلة اللي حتوقع الآن على يعني دفتر حضور السلام وتتجه بالتعبير عن منحة مهم جدا، السلام والتسامح عبر الفن، خصوصا يعني ما شاء الله سوداننا يعني فيه تنوع ثقافي وفني كبير جدا. طيب المنظمة حقيقة هي وضعت خطة واستراتيجية، هي كانت يعني ماشية في اتجاهات يعني عمل مسح شامل لولايات دارفور الخمس، ووصولا لمؤتمرات صغيرة تبدأ من المحليات في إطار نقاش قضية التسامح والسلام والسلام الاجتماعي. وده حقيقة موصول بأنشطة مختلفة سواء كانت يعني من المركزين أو من الإقليم، وبتنتهي حقيقة بمؤتمر كبير في مدينة الفاشر. والمؤتمر ده حقيقة بيصعد أيضا المؤتمر الأكبر في الخرطوم كمركز أو كعاصمة، وتجمع حقيقة مختلف أو ولايات السودان بمختلفة. المستهدفين في الفكرة دي حقيقة الفاعلين على كل المستويات، يعني هم السياسيين، الإدارة الأهلية، المجتمع، الشباب، السياسيين وهكذا. ودي أيضا برضه في إطار تفعيل التواصل السوداني السوداني، في إطار أيضا يعني تخفيف كل المكونات السكانية السودانية اللي أصبحت حقيقة في الفترة الأخيرة زي ما ذكرت أنها هي مهدد. أثناء الفكرة دي ماشي حقيقة ظهرت
المشكله بتاعت النيل الازرق. نعم. وصراع النيل الازرق حقيقه صراع مرير ودامي. صحيح. وبالتاكيد احنا يعني اسفنا وترحمنا ونترحم على الشهداء والموتى والناس اللي حقيقه يعني فقدت ارواحها في صراع النيل الازرق الاخير. ونتمنى انه كسلة كمان. يعني وكسلة، لكن النيل الازرق حقيقه دامي. كسلة هي رده فعل لما حدث. صحيح. النيل الازرق والنيل الازرق كان يعني صراع كبير، لانه صراع بين الناس اصلا بيتعايش لمئات السنين ومتصاهره ومتعارفه والناس بتسكن مع بعض يعني. فبالتالي الخطاب ايضا الخطاب العنيف، خطاب الكراهيه وخطاب العنصريه وخطاب الرفض، ده هو ده نتيجته القتل اللي بيبدو الظهر في النيل الازرق. بالتالي كان لابد ان احنا يعني حقيقه تحركنا وتواصلنا بشكل واسع من اول لحظه، وعقدنا اكثر من اجتماع مع صندوق اعمار النيل الازرق اللي هو عبد الجليل، وهو راجل فاعل من اول كان في المجتمع المدني. وتواصلنا هناك مع عدد كبير جدا من الشباب وشباب المقاومه، وقامت كذا مبادره كلها كده احنا معظمها او اغلبها احنا جزء منها، الى انه احنا مبادرتنا ايضا مشت في اتجاهات انه نجمع جمعنا عدد كبير جدا حقيقه معانا من شباب المقاومه في ولايه الخرطوم، ودي الان اصبحوا جزء اصيل وشريك في، وخاصه مجموعه بيت السلام، ودي شريك اصيل في المبادره، وهم ايضا عندهم نشاطهم الان المنتشر، ويخطط ايضا لشغل كبير جدا ممكن يكون ان شاء الله في معرض الخرطوم في الفتره الجايه، هي حقيقه دعم لهذه المسيره. احنا في الاتجاه ده ماشيين في اتجاهين، اللي هو الاتجاه الانساني واللي هو الدعم المادي، اللي هو لانه في حقيقه يعني اعداد كبيره جدا يعني تهجرت او هي نزحت. صحيح. نزحت لولايه سينار وبعض الولايات الاخرى، لكن احنا مستهدفين حقيقه ولايه سينار والنيل الازرق، دي في المسائل الانسانيه. ايضا في المسائل الثقافيه بنستهدف حقيقه يعني الخط يعني من الخرطوم الى الدمازين، وده مستهدف بانه مخاطبه الوعي بتاع السكان الموجودين هناك، بانه هم حقيقه الاقليم بشكل اكبر، الاقليم الاوسط هي اكبر منطقه بتاع التعايش في السودان، يعني هي اكبر منطقه تعايش في السودان، بحيث انه الناس اللي بتعايش هناك يعني حقيقه يعني ما فيش نزاعات يعني اقصائيه، وما فيش نزاعات عنصريه، وما فيش يعني محاوله بتاعت غلبه يعني وفرض سطوه او سيطره او ثقافه محدده او خلاف في ارض او نزاع. ايوه ما فيش كلام. لكن الظاهره اللي بدات الان اعتبرها ما هي مهدد لكل الاستقرار في الاقليم الاوسط، اذا الناس ما خاطبت الوعي بتاع الناس وخاطبت تاريخهم القديم اللي هم حقيقه تاريخ بتاع تعايش. هذه المناطق تاريخ تعايش، يعني السلطنه الزرقاء ايضا هي سلطنه بتاعت تعايش، سلطنه متماسكه جدا. وكانت بتمثل اكثر من قبيله، يعني هي صحيح تصاحب ما بين مجموعات سكانيه وقبليه معروفه، لكن بعد ذلك اصبحت يعني استوعبت كل القبائل. اي محاوله للرجوع من الـ من الـ من الشكل المعروف القديم هو ده بيبدا حقيقه المهدد الاساسي لاستقرار المنطقه، وده حقيقه احنا بنخاضه بشكل ايضا واضح جدا من خلال الثقافه، من خلال الوعي، من خلال الفنون، من خلال اللقاء مع كل المجموعات. طيب السكانيه احنا دايرين نعرف القافله يعني هي بتحوي الان على شنو؟ خصوصا انا اشرت لفكره الفنون و القافله التنوع الكبير جدا، خصوصا تكلمنا بس على دارفور كامله كده بنلقى انه الفنون والكم الهائل من التنوع الثقافي والفني اللي بيساهم في المجتمع والنسيج المجتمعي هو قادر على يعني اذابه كل الامور. القافله عندها يعني هي من ناحيه اولى اللي هي مثلا المسائل الايوائيه والغذائيه والدوائيه، دي مساله هي دي من الناحيه الماديه، يعني عندها مسائل غذائيه الغذاء والايواء والدواء. ده جانب. الجانب الاخر الجانب الثقافي اللي هي معانا فرقه ملوك النيل، وهي فرقه يعني متنوعه بتخاطب كل التنوع السوداني، وهي دي ايضا يعني شامله النيل الازرق، وعنده يعني ثقافته غزيره وقديمه، يعني لوازات ثقافه قديمه سواء كان اغاني الوازاء او مجموعات الحوسه او مجموعات غيرها، في اغاني مستمره وفي مجموعات ثانيه عندها شعر، عندها دوبيت، عندها غيره من، ودي كلها مسائل ثقافيه هي بتوحد الوجدان. صحيح. في المنطقه هناك. بالتالي هي دي كل الاشياء دي يعني موجوده معنا وحاضره، وبقول انه يعني الفرقه قادره تتخطى القضايا دي، احنا عملنا بها تيست وعملنا شغل في المغرب، ووضح لنا هي عندها القدره الكبيره جدا ان تخاطب الوجدان المشترك، يعني حقيقه احنا السودانيين وجدانهم موحد مشترك. صح. اي انفصام فيه بيبقى احنا حقيقه يعني. صحيح. عملنا انفصام في التماسك بتاع الدوله السودانيه. بالتالي ضروري جدا نحرص يعني اي دعوه اي انسان بيحاول يدعو لفكره انه نشر خطاب الكراهيه ونحن مش عارف احسن من اكس ودي، يعني محاوله اعلاء، ودي ذاتها حقيقه اللي قدام ممكن تناقش في اطار المجتمع المدني في اطار المنظمات كيفيه ضبطها، كيفيه ضبط المسائل اللي حقيقه من جانب الدوله ايضا، يعني خطاب العنصريه والكراهيه مهدد، يعني ده ممكن يضبط بالقانون.
صحيح. يعني تعلي شأني قبيله وتحاول تقلل من شأني قبيله او تعني لون ضد لون او دي مسائل ممكن تضبط بالقوانين كما يفعل كل العالم، يعني العالم متحضر انه يضبط مثل هذه المسائل لانها هي مهدد للتماسك الوطني. يعني احنا لكن في غفلتنا وفي رسالتنا الان حقيقه من يعني بنقلل او بنخفض بنخاطب الوجدان المشترك هناك في المنطقه، وبندعو للتعايش في المنطقه، وبنذكر بان حقيقه المنطقه هي منطقه تعايش، وبنرفض حقيقه اي دعوه للحرب، وبنأكد للسلام أن السلام يكون هو الأصل وهو التعايش في المنطقة. نعم، وده ما دعينا له يعني وطلع له الشارع، لأنه إحنا دارين نكون شعب واحد أو موحد، وكل الظروف الممكن تكون أو حاطط بين مؤخرا ما بترضي أي إنسان سوداني، وندعي دائما أنه يعني يجتمع على الوحدة وعلى سلام الإنسان السوداني، يتعرف دائما بطيبته وسيحته اللي هو دائما ما يتصالح مع كل ما إحنا لون واحد في النهاية باسم الهوية السودانية. طيب دار أعرف أنتو الآن القافلة دي، إحنا بنتكلم عن منظمة، فبالتالي بيكون في حوجة لمعينات كثيرة جدا، إذا كانت هي مادية أو غيرها من التفاصيل. يعني ممكن نقول التسامح والسلام هو في حد ذاته ممكن يكون تعبير من كبارنا زي ما تعودنا، الإدارات الأهلية الجودية دائما في حل النزاعات، لكن أكيد حتكون في حوجة لتبرعات أو قافلة المتحركة هي محتاجة شنو عشان نشير أيضا لهذه الجزئية. طيب أنا أشير للجزء الأول اللي أشرتي أنت، أنه المنتوج الأول حقيقة لثورة التغيير، يعني ما حدث ما بعد ثورة ديسمبر حقيقة توحد الوجدان. أنا بفتكر أنه ثورة ديسمبر المجيد العظيم وحدت، يعني من خلال الخطاب ومن خلال الايقونات اللي ظهرت هي وحدت الوجدان، يعني وضح بشكل كبير جدا. انا اعتقد بانه الشعب السوداني ده يعني ما كان بيعرف بعض بشكل اكبر من قبل ثوره ديسمبر، لكن بعد ثوره ديسمبر كل هذه الكيانات التقت في بوتر واحده في ميدان الاعتصام، وكان حقيقه هي رساله موحده جدا طبعاً يعني لتماسك الدوله السودانيه إذا حقيقة يعني بعد ما حدث من جريمة الفضل وما لاحقه، حقيقة هي ظهرت بعد ذاك النزعات المناطقية بشكل تراجع فيها كبير، وده حقيقة برضو بفكر أنه يعني بجهد المجتمع المدني بجهد المشترك مع الدولة ممكن نحن نعيد التماسك. دي واحدة. الموضوع بتاع القافلة، بالتأكيد القافلة هي نحن بذلنا جهد كبير جدا وخاطبنا عدد جيد من الناس اللي هم رجال أعمال، من الناس المانحين، من الناس هم أعضاء المنظمة نفسهم رجال الأعمال في داخل المنظمة، بنرتب في المسائل تحت القافلة وكيفية الترتيب، لأن حيث تكون هي غفلة يعني على الأقل ترضي ما يمكن أرضاه من الصحيح بعدنا من الجانب الرسمي الحكومي حكما، ونحن نفكر أنه هي ده دورة، يعني هي تقوم بدورة بشكل مباشر، يعني إحنا نقوم بدورنا من خلال مخاطبة المجتمع، من خلال مخاطبة القطاع الخاص، من خلال مخاطبة رجال الأعمال، بحيث أنه نقدر نصل للفكرة دي. وده كلام واضح جدا، ونحن عملنا خطاباتنا، عندنا طبعا برضو موقعنا على الشبكة العنكبوتية اللي هو btosudan.org، وواضح جدا احنا هناك بنعمل في شنو. بعدك عندنا خطاباتنا اللي هي واضحة جدا بحساباتها، وده برضو بنقول احنا حقيقة المنظمة مقرها واضح وهي في شارع 60، يعني اي انسان هو عايز يتواصل او يتصل بالمنظمة ايضا عبر الموقع بتاعه او عبر الموقع المباشر على الارض او على الشبكة العنكبوتية. نعم. هل هنالك رؤية يعني مستقبلية ما بعد يعني المقر؟ يعني هل في أمنيات كثيرة باسم التسامح والسلام؟ يعني المساحة الأخيرة حقتك وحقة المنظمة ممكن تقول فيها؟ أعتقد أنه يعني إذا فهمت السؤال بشكل جيد، هو المشروع الطاري ده مشروع طاري، المشروع الآن بتاع نزرة ده مشروع طاري، يعني هو جاء أوفرلابينج للخطة بتاعتنا الاستراتيجية، لكن الخطة الأصلية والأساسية نحن هنعمل بشكل واسع وكبير ومستمر في نشر ثقافة السلام، في التسامح، نبذ هبل العنصرية والكراهية، وفي ده نحن بنشتغل على كل المستويات وعلى كل السودان، وبندعو يعني بنركز بشكل كبير جدا على الشباب، حيث أنه هم الحاضر والمستقبل. صحيح، بالتأكيد هم الحاضر والمستقبل. طيب الإدارات الأهلية والذكرية عندها دور، هي عندها دور ممكن تلعبه إيجابي، أتمنى أن تلعب دور إيجابي في أن هي يعني يبقى أنه رئيس الإدارة الأهلية أو ناظر الإدارة الأهلية ثقافي، مش محاولة يعني تدين القبيلة أو إعلاء القبيلة على قبيلة أو مصراع القبيلة مع قبيلة أخرى.
وده انا حقيقه أن الشكل الملاحظ في الفتره السابقه في بعض الظواهر السالبه حقيقه في اطار التحركات، يعني بعض الصراعات انا افتكر بعض الصراعات في على مستوى العمل الاهلي فيه اشكالات، وده اذا حقيقه اذا تعالج الاداره الاهليه ممكن تقوم بدور كبير جدا في انها ترتقى النسيج الاجتماعي، انها تقوم بالدور الثقافي الجيد، تقوم بالدور التوعوي الجيد، وده فكر ده محتاجين له حقيقه كسودان. حتى انه السودان نادي ظل سودان موحد وسودان متماسك وكلنا حقيقه محتاجين ليه. نعم بالتاكيد. نعم. وطبعا يعني استاذ مصطفى من مؤسف انه امنياتنا تكون السلامه والتسامح والاستقرار، ولكن يعني للاسف هو ده الحال. نتمنى ان شاء الله كل الاطراف تتقارب وتتوحد من اجل وحده وامن واستقرار السودان وخلق بيئات يعني متصالحة ومتسامحة كتصالح وتسامح الإنسان السوداني المعروف بعيدا عن الشحنات أو بعيدا عن الفتن. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى آدم أحمد المدير التنفيذي لمنظمة التسامح والسلام، شكرا جزيلا، ربنا يعينكم ويوفقكم إن شاء الله. أنا شاكر جدا لكم وأنا تنين أزرق وأتمنى لكم التوفيق. شكرا. إذن مشاهدينا نلتقيكم ولكن عقب الفاصلة الإعلامية.